طيب عايز اسالك بقى، المباراه فنيا كيف يتعامل معاها ازاي كارلو انشيلوتي؟ مباراه بي اس جي القادمه يتعامل معاها ازاي فنيا؟ شايف التشكيله المناسبه لهذه المواجهه تكون ايه عشان يقدر ريال مدريد يعبر هذه المواجهه الصعبه جدا؟ A ver, yo creo que necesitan sacar su mejor versión. أعتقد أنه يجب أن يصنعوا أحسن ما لديهم في هذه المباراة. El PSG hizo un gran partido allí en París. المباراة أمام ال PSG مباراة هامة وصعبة. Pero yo creo que si es capaz de ولكن أعتقد أنهم نعم يستطيعون أنهم قادرون على إطلاق هجمات وأيضا الدفاع بشكل جيد وبشكل عام تحقيق كتلة دفاعية أمام لاعبين بي سي جي. وبالذات امبابي لأنه الآن يعتبر في قمة مجده. في نظري مبابي هو لاعب يصعب إيقافه ويجب التعامل معه بشكل عام كفريق. هل تتوقع انضمام مبابي لريال مدريد مع نهاية الموسم؟ سي Creo que al Madrid al final de la temporada ganará. ¿Qué? Si Mbappé. Ah, vale, si Mbappé va a unirse al Madrid. Vale, que no te entendía. Pues la verdad que lo desconozco. ليست ما عنديش معلومات عن هذا الموضوع. El Madrid está con muchas ganas de ya lleva tiempo detrás de Mbappé. نادي ريال مدريد بقاله فترة بيلاحق امبابي ويحاول التعاقد معاه. Pero entiendo que el PSG según a nivel deportivo si ولكن أعتقد أن باريس على المستوى الرياضي es capaz de ganar la Champions. Es posible que pueda convencer a Mbappé. قادر على الفوز ببطولة الشامبيونز وكذلك إقناع مبابي بالاستمرار للعب في الفريق.